أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أن فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. وإسماعيل وإدريس نعم.
وأدخلناهم في رحمتنا فاستجبنا لهم فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه
والتي أحصنت
فرجها فنفخنا فيها من روحنا واقترب الوعد
ذو الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان إن
الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء Thank you.
وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. إن في هذا I
صدق الله.